حث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك دول الاتحاد الأوروبي على التضامن والتعاون حتى تتمكن من منافسة الصين. قال هابيك في نهاية جولة بشرق آسيا إن مصطلح المنافسة الشديدة قائمة وفي أشد حالتها مع كوريا الجنوبية والصين، وأضاف أنه يعتقد أن على برلين المنافسة وأن الإهمال والكسل والتراخي واللامبالاة ليست بديلا.